تمنيت الناس اللي ما ماتوا هنا الناس بقى الدروس الصغار حتى هما محروم هما ما فحالهمش مساكن هما بين الله مشاو صايمين مش على كخشي مع خمسة الصباح كنت فاجئوا بالعافية شعلة في الدار هبطنا خشي لقينا في صبري العافية شعلة من الدار الناس اللي هربوا من السطوحة هربوا الناس اللي هربطوا من الشرجم هربطوا والفليبوغ ديال الناس راه ماتوا الناس اللي تمنيت الناس اللي ما ماتوا هناك شنو نقول لك كاينين ثلاثة الخوت هما كاينين ثلاثة الخوت ومرت الولد وولدها وبنات صغار يعني عائلات وليداتهم عائلاتنا جوج عائلات مرت اخ وليداتهم صغار هادشي اللي كاين خشي السبب ديال الحريق ما كذبش عليك اخشي حنا هبطنا قال لك كيقولوا شمعات كيقولوا شارجور ما كذبش عليك اخشي هادشي اللي نفيدك به اخشي ها الموطور ما خلاهمش يخرجوا الموطور حبسوا ما خشيش ما خلاهمش يخرجوا داكشي علاش واشي اللي كاين اخشي تفاجئنا بهذا الحارق ديال هاد الناس صدمونا صدمه قويه اش من ساعه سقتوا حنا سقنا الساعه مع 5 ونص ديال الصباح وما وصلوش حتى 8 حيت حنا ما وصلناش حتى 8 ساكنه بعيده في جامع العراق جيراننا ولكن الناس اخلاق طيبين الناس جيراننا بحال العائله لا عائله صراحه قلت لك عائله صراحه ناس طيبين تعرفوا بينهم وبين الله مشاو صايمين ماشي يعني هي سحروا البارح مجموعين وصايمين اليوم صايمين كلهم مساكن صايمين مساكن والله يرحمهم الله يوسع لهم ضيقه القبور هادشي اللي غنطلبوا ليهم الله يرحمهم الله يرحمهم ولا لا يا الله داكشي مقسم حضرنا الدراري كيخرجوا فيهم حاله شويه من خرجوا الدراري الصغار وخرجوهم دابا حتى البيت اللي شاعله فيه العافيه هذا هو اللي من هنا الاول ما لقى بنادم منين يخرج ما لقى بنادم وما لقى بنادم منين يخرج منين يدخل هذا هو البيت اللي كاع شاعله فيه العافيه هادشي اللي كاين الله يواليهم لا كنا كنهرسوا على حساب ما حيت هذا هو البيت اللي شدت فيه العافيه راه الساعه راه الناس في الزنقه انا وتخنقت الناس حسبنا اختناقه والعافية اللي شعلات سبب شمعات يقولوا شمعات وما كيقولوا شمعات وما كيقولوا شمعات العائلة ديالو قالت شمعات شمعات شي اللي انا فيقوني موالين الدار مع 5 ديال الصباح نقول مع شي 6 تقريبا ياك 6 دخلت بالنسبة لي العافية شاعلة شبالي ندير مانطات الزكشك شبالي ندخلها شدوني موالين الدرب موتور شاعل في ريسانس عندك شفين غندخل بومبي جاو سيتو نقولوا لي دخل جبد الناس راه كاينين الناس لداخل شد واحد من العائله ديال هاد الناس وجروا دفعوا ما كانش عليه يدير هذيك الطريقه جروا دفعوا بواحد الطريقه خايفه ما كانش عليه يجروا بحال هكا ما جرش معاهم حتى شي واحد جاو بومبيا اللي خرجوهم بومبيا صراحة تعذبوا معاهم ديال بصح تعذبوا معاهم ديال بصح جا واحد وايبون بواحد اللعيبة ديالو بكل شيء دخل سخف كذبوا على الله نقولوا هاد الناس ما خدموش ولا ما تكرفصوا تا ما خرج كنخويو عليه الماء ما تميتش راه ما كيشوفش عنده وجوج العافية خرج عندي ثلاثة الوليدات ما تيشوفش مرتو ولا خدام سيد مصير هي ماشي جوج ولاد مشات بقاو واحد بقى الدري الصغار حتى هما محروم هما ما فحالهمش مساكن